الهجمة الأخيرة السياسية على المدينة أنا أعتبرها هي تتحمل المسؤولية، لأنه هي شجعت حتى إذا كان هناك رعب ولا زال القوات الأمنية ضاغطة بشكل كبير على كل عناوين الإرهاب والعصابات، إذا كانت داعش أو غيرها، ومو فقط داعش اللي تعبث بالأرض، أكو عصابات أيضا تريد تخرب وتريد تنظر صورة أنها المدينة وضعها مو مستقر. فإحنا حقيقة باسمكم أنتم يعني إحنا نحيي القادة الأمنيين ونشكرهم، وهذه المسألة اللي صارت إن شاء الله تعزز تعاوننا إحنا مدنيين مع العسكر، ونقطع الطريق أمام عصابات الشر وأمام أصوات النشاز اللي ما تريد الخير لهاي المدينة. فهذه هي واضحة وما ظل السعي، يعني الحمد لله أهل الموصل ترى مثقفين ويعرفون الوضع، يعني يمكن أقول لك محسودين والله على هالفترة اللي هسا عايشين بها، يعني بوقت قياسي رد الأمن وردت الأمور والسوق والناس، شوف ما شاء الله أنتوا أدرى، يعني الشارع أنترى سيارات وبشر وروح ويجي مأمن الموصل. خلي يسمع أهلها من عندي، خلي يسمع أهلها من عندي. داعش ما يرجع ما دام احنا قوات الامنيه والاهالي الارواح، ما يرجع لا داعش ولا غير داعش، هم يعرفون كل زين. داعش ما لها تاثير نهائيا، داعش الخير ما بيهم يفكر شلون يحمي نفسه شلون يبقى عايش. لكن هذه التصريحات حتى إن كانت قسم منها عن جهل، وإحنا وضحنا أكثر من مرة لها تأثير سلبي على واقع المدينة. الآن ما شاء الله يعني ليل ونهار الناس تجي، حتى قسم منها من مناطق بعيدة يتعلل بالموصل يقضي يروح بالأسواق ويرجع بالليل، من كان قبل يطلع بالليل؟ احنا كنا بتلع فر بالنهار ما نقدر نطلع. هذا الوضع اللي دا يصير، نعم عبدوه بهذه التصريحات لداعش او لغير داعش. الموصل مستقبلها زاهر، مستقبلها زاهر، انا ما اتكلم من فراغ، مستقبلها زاهر، لكن يريدوكم تتركون مدينتكم، يريدوكم تبيعون بيوتكم وأراضيكم بتراب الفلوس وهم يشتروها. الموصل والطيب يشوف والله الشبر مالها لا يصير بالذهب، احنا عندنا رجال ما عندنا اشباه رجال، ما علينا هسه يعني الا ذابين الرسل مالنا وطالعين والله ما يصير الموت، يعني يريد يجي ما حد يطب الموصل الا احنا جثث هامده. والله احنا طيبين والله ما حد يحاميكم ان شاء الله. نعم ندفع ضريبه، ندفع ضريبه لهذه الابواق ولمن يتربص بالموصل.